نعم، هنا البيان العاشر الآن أصدره حزب الله، هو وأيضا يتحدث عن استهدافه لتجمع لجنود إسرائيليين في مستعمرة كدماتس في بيصلية صاروخية. لا أدري إن كنت قد قلت الاسم بشكل صحيح. بكل الأحوال منى، هذه العملية العاشرة التي ينفذها حزب الله اليوم على تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي في مستعمرات تابعة للجيش الإسرائيلي، هذه المستعمرات كلها استهدف فيها حزب الله تجمعات لجنود الاحتلال، هذه الاستهدافات منى هي استهدافات يومية تستهدف هذه التجمعات، إن كانت على الحدود الجنوبية أو في القرى التي كان يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل من خلالها باتجاه الأراضي اللبنانية، أو مستعمرات قريبة من الحدود، أو مستعمرات أيضا بعيدا نسبيا عن هذه الحدود، وبالتحديد في القطاع الغربي من جنوب لبنان. الاعتداءات الإسرائيلية كانت قبل قليل على بعض القرى الجنوبية، وبالتحديد في قضاء صور، حيث استهدفت الطائرات الحربية بلدة دير عامس، كانت استهدفت أيضا صباحا المنطقة الواقعة ما بين بلدتي البازورية والبرج الشمالي، وأيضا بلدة أرمادية. هذه الغارات استهدفت هذه القرى الواقعة في قضاء صور، إضافة إلى استهداف بلدة جوية، ومعلومات عن سقوط شهيدين هناك، لم يتم تأكيد هذا الخبر حتى هذه الساعة. في القطاع الشرقي قصف مدفعي أيضا لبعض البلدات الواقعة عند الحافة الأمامية، وأيضا بلدة بلاط التي تقع في القطاع الشرقي، هناك القصف المدفعي مع تراجع حدة المواجهات ما بين الجيش الإسرائيلي وعناصر حزب الله في وطى لخيام بالتحديد، وبلدة لخيام أو مدينة لخيام التي كانت تعرضت خلال الأيام الماضية لسلسلة من الغارات العنيفة، حيث كان يحاول الجيش الإسرائيلي التوغل إلى مدينة لخيام، لكن يبدو أن شدة المواجهات منعت الجنود الإسرائيليين من التوغل بعدما تكبد الجيش الإسرائيلي خسائر في بجنوده وضباطه وأيضا بدباباته جراء القصف الذي تعرضت له هذه القوة من الجيش الإسرائيلي، وأيضا دباباته من قبل عناصر حزب الله الذين استهدفوهم بصليات صاروخية أو قذائف مدفعية مباشرة. إذن هدأت قليلا الجبهة في القطاع الشرقي من جنوب لبنان مع تسجيل تراجع للجيش الإسرائيلي في تلك المنطقة، وبالتحديد في وطى لخيام التي شهدت في الأيام الماضية أعنف المواجهات ما بين حزب الله وإسرائيل. يمكن القول منى بأن هذه الغارات التي استهدفت قضاء صور قبل قليل، الأقضية الأخرى تشهد هدوءا حذرا خلال هذه الساعات، وبالتحديد في قضاء بنت جبيل وأيضا في صيدا، حيث لم يسجل أي غارات هناك.